هلأ حالياً المستوى كتير صار عالي وصرنا كلنا متقاربين، يعني يمكن فرق علامة أو فرق شوي بالمستوى يأثر، فكتير صعب الكمبيتيشن هلأ. بما أنه إحنا 4 أشخاص وصارت المنافسة بين الأربعة، بس أنا في كل التحديات جالس أنافس نفسي، يعني ومو تقليلاً في المشتركين، بس أنا أحب يعني أكون أنافس نفسي. يعني نحن صحيح كثير تعودنا على بعض وكلياتنا اصحاب، بس بالنهايه ما فينا، يعني هيدي يمكن غريزه جوا الانسان انه هو اللي بده يوصل بالنهايه، بده يفكر بحاله، الانا اجباري بده تطغى على الاخر، فانه كل حدا بده يفكر بحاله انه هو بده يوصل، يعني رغم انه انا بتمنى التوفيق لهم كلهم، بس بتمنى كثير انه انا وسمر نوصل. اكيد كلنا اصحاب، وانا اكثر شيء اصحاب مع جنان. كثير صعبة إنه عم تنافس أنا وياها على المركز الأول، بس أكيد يلي بده يربح بالآخر أكيد رح الثاني رح ينبسط له. يعني اليوم كنت بدي أحكي مع متابعيني، بدي أقول لهم إنه صوتوا لي إذا نزلت بمنطقة الخطر، وبنفس الوقت صوتوا لأي واحد يحتاج يعني التصويت. بالنسبة لي إحنا أربعتنا نستاهل الفوز، وصعبة أشوف أي واحد من عندهم يتركنا أو يعني أي شيء من هذا القبيل، خصوصاً راشد. يعني راشد صار one of my best friends، صار مثل أخويا. ما في بيناتنا منافسة بقد ما هي بيناتنا تعاون مستمر. إذا بيطلع نور الدين أكيد بزعل، لأنه نور الدين إنسان مجتهد وجالس يعني يتعب الفيديوهات اللي يقدمها ويقدم لنا فكرة حلوة، وإن شاء الله إنه يعني بالتوفيق لنور الدين. أنا كل جمعة بقول إنه راشد بيقدم أحلى فيديوهات، بس هيدا الجمعة ما بعرف ليش حسيت إنه الفيديو شوي ما اشتغل عليه بطريقة مثل قبل، فما بعرف يمكن هيدا الجمعة من أضعف الفيديوهات. ما في توقع او انه احس بكم مرحله الخطر، لان كل الفيديوهات تختلف المره هذه كثير. اتمنى تطلع من البرنامج جنان، لانه ما حسيت انه ما عاد في شيء تقدمه وقاعده تفوز بالتصويت يعني، فاتوقع يعني اتمنى انه جنان. اليوم انا بظن قد ما عامله فيديوهات جديده وحلوه، بظن انه انا نازله بالخطر، ما بعرف ليه بس هيك بيقول لي قلبي. انا ما بتمنى انه حدا يغادر، بس يمكن بفضل نور الدين او راشد، ما بيهمني مين بيغادر، المهم انه سمر تبقى. خلصنا ريهرسلز، حاليا بدنا نستنى اللايف. ممكن هاي المره الاخيره انه انا اقول هاي الجمله، فلازم استمتع بهاي اللحظه وشوفكم. اخيرا حابه اقول انه انا بهالبرنامج قدمت اكثر ما فيي، تعبت كثير، ويعني كل شيء فيديوهات طلعت، كل الخبرات اللي اخذتها انا يعني كثير استفدت من هاي التجربة، شو ما كانت النتيجة أنا رح أكون رضيانة عنها، بس بتمنى ما غادر اليوم. كانت يعني رحلة ممتعة، أتمنى للمشاركين التوفيق. مهما كان أنا وصلت للنهاية أو طلعت في المرحلة هذه، بالعكس أنا أحس إنه قطعت مسافة كبيرة. لحظات بتفصلنا عن بداية البرايم، يمكن هيدي آخر مرة بكون أنا موجودة فيها، فبليز صوتوا لي إذا طلعت بالدينجر زون، لأنه حابة كفي، مش هيدا الماكسيموم اللي بقدر أقدمه.
معنويات عالية، إن شاء الله الفيديو الثاني يحبوه. أنا حبيت كثير أشتغل، اشتغلت عليه حلو والفيلم حلو كثير كيوت، فإن شاء الله كمان يأخذ علامة عالية. التحدي الثاني مستمر مع نور الدين أمين من العراق، بنشوف اختياره رح يوقع على أي من الأفلام السينمائية يلي حكيت عن الحيوانات الأليفة. فايا، تحمستي تشوف الفيلم؟ جداً. شكراً نور الدين، دايماً يعني أنا شخصياً يعني بفكر حالي حاضرة كتير أفلام، بس دايماً بتفاجئني وبحس بدي روح أحضر الفيلم. وحتى الفيديو تبعك كان كتير حلو، كيف عملت الستوب موشن وكل يعني الريفيو كانت كتير كتير موفقة. نور الدين، إذا ما عجبك شيء بالفيلم ما بحضره. ما بحضر، ما بدي، ما عجبك، لا ما بدي، ما بدي احضر خلص. هلا هو قال 7 من 10، مع انه بحب كثير هول الافلام هيك، بس ما بدي، ما بدي خلص، ما عجبه نور الدين ما راح. لا لا بس يعني يستاهل، يستاهل. عنجد؟ طب اوكي خلص. عجبني الفيديو، عجبني التقييم بتاعك. احلى حاجه في الريفيوز بتاعتك انها بيقول لك في وشك الفيلم ده سيناريو كذا، الممثلين كذا، لا هو بيتكلم على شويه حاجات حوالين الفيلم فبيحمسك انه تتفرج عليه، وفي نفس الوقت انه مش بس بيقول راي فيلم، بيديك انسايتس في الفيلم. ودي اكتر حاجه بحبها في اي حد بيعمل فيلم ريفيو، لانه اللي مش عارف هو بيتكلم على ايه استحاله ينصحني بفيلم. فبرافو عليك، وطبعا الشغل الفظيع في الاديتنج وفي الجماليات والستوب موشن بالظبط. علامتك على 75 67 رح نضيف على 73، ما هيك انت كنت اعلى سكور بالتحدي الاول. مجموعك وترتيبك بيكون مرتبة الأولى أكيد و 140. شكرا. سبعة وستين الكومنتس كانت رائعة، فايا ويارا ووائل كلهم قالوا شغلات يعني جدا تفرح القلب، وجدا أنا يعني مبسوط وسعيد والحمد لله. المرتبة الأولى 67 من 75، المرتبة الأولى يعني حلمي ده يتحقق الحمد لله. باعتقادي حاليا راشد الجنان منطقة الخطر، يعني الله يكون بعونهم، منطقة الخطر شيء جدا صعب، وإن شاء الله يعني الفوز للأحسن راح يكون. سوينا بطلع على المسرح، إن شاء الله خير. العلامة الأولى كانت بتطمن، إن شاء الله هالمرة كمان يكون علامة عالية. سمر أنطون من لبنان صارت جاهزة للتحدي الثاني بفيديو عن فئة الويلنس وبمضمون عن علاقة الحيوانات الأليفة بصحة الإنسان. بعطيها 5 على علامة أكيد. كثير حلو الفيديو، كثير مهضوم، كثير مهضوم وبيشجع الناس أكيد اللي ما بتحب إنها تساعد كلاب أو ما بيعني لها الموضوع، بتحب كثير إنه تشوف هيدا الفيديو. بس شو مهضوم الكلب اللي معها، بتحسيها هي كلبتك ما هيك سمر؟ بتحسيها كثير ويلنس مثلها إيه؟ هيك بتعمل يوغا أنا بحس عن جد بتعمل إيه؟ يوغا لك شو مهضومة، بتحسيها كلاس وصحية وبتاكل أكل صحي. كمحتوى أنا شايفه عظيم، يعني حتى لما الهوس بتاع الصحة بتاعها وصل إنه خلاص احنا بنتكلم على القطط والكلاب والحيوانات وبتاع، بس لازم تاكلوا كلبكم صحي، فاهمه؟ يعني الفيديو انا عارف اللي هو مش قصدي، قصدي انه ويلنس للانسان انه يكون عنده كلب علشان صحتك والدوبامين ومش عارف مين، بس برضه لازم تاكل الكلب صحي. ف برافو يا سمر على المحتوى. بس اللي كان ناقصني في الفيديو تشتغلي اكتر على الصوره، بس ده اللي كان ناقصه. يعني فاجأتنا سمر انه ايه حكيت عن يعني الكلب كحيوان قد ايه مفيد لنا ونحن قد ايه مفيدين له، وكيف عن جد يعني ليه هو حيوان اليف مفروض نحن يعني هيك قد ايه هو وفي، ليه هو لازم يعني ليه الانسان والكلب عندهم علاقه مميزه. بس حسيت اكثر عامل صراحه التاثير، وكيف عم بالنهايه عم تقول انه حاولوا تتبنوا ما تشتروا، يعني كثير حبيت. خلينا نشوف علامتك يا سمر على 75 65 منضيفها على العلامة الأولى وبطلعنا المجموع والترتيب بالمرتبة الثانية لهلا أكيد 137 وبالمرتبة الثانية سمر. كثير كثير مبسوطة، حبيت شو قالوا لجنة الحكم، وأنا بقول لهم ثانك يو على their comments. الحين انا طالع على ثاني فيديو، ان شاء الله انهم يعجبوني لانه برضه فكره جديده، وان شاء الله بيكونوا مبسوطين فيه.
اكيد انه شعور صعب انك تجلس مرحله الخطر، بس ان شاء الله انهم يحبونه واخذ درجه حلوه فيه. بنرجع لفئه الفن والتصميم مع راشد المتاعب من السعوديه. فايا، شو رايك بموهبه راشد الجديده؟ مش الاهتمام بالكليب اللي شفناه بالفيديو. حلو، يعني اول مره بتعمل شو جبسين، شو هيدا؟ مجسمات. هذا نحت. نحت حبيت وظابطه معك، حبيت كيف شفنا الانسيابيه والترانزيشنز وحتى هي كيف هيك نقزت من حالها، يعني قد ايه معناتها المنحوته تبعك يعني حقيقيه، فتمثالك كان يعني معبر. حبيت الفيديو رائع، الابداع ما فينا نحكي عنه راشد، اكيد الموسيقى كل شيء اللي انا بعلق عليه دائما ما فينا نحكي عنه، بس ما وصلتني الفكره اللي نحن عم نحكي عنها. وائل صراحه انت مع فل قدرت تركز على الفيديو؟ قدر يترجم راشد التحدي بالشكل المطلوب؟ راشد انا النهارده مش عارف، عندي خيبه ظن شويه فيك، لانه في الفن والتصميم ايه الجديد اللي انت قدمته؟ يعني هو مش مجرد اللي هو يا جماعه بصوا مواهبي، انت المفروض ان انت شخص عندك مواهب اكبر بكتير مثلا من حتى هي مش عاجبها الفيديو. لا عادي، يعني اللي هو انت بتتكلم عن حيوانات، رحت عامل بشويه حاجات كده، رحت عامل حيوان، حتى القطه في الفيديو شمتها ومشيت وجريت، يعني حتى هي حسيتها، فكرت انه حسيتها قطه حقيقيه. لا هي ما عجبهاش. على 75 50 راشد، رح نضيف هالعلامه على اول علامه تيطلع لنا المجموع وبالتالي الترتيب. 109 انت بالمرتبه الاولى لهلا راشد، شكرا لك. اخذت في التحدي الثاني 50، وممكن اكون انا في مرحله الخطر ان شاء الله، انه في التصويت انه اقدر اخذ على الاصوات وارجع اكمل في البرنامج. مهما كان هذا راي لجنه حكم وانا احترم رايك، فممكن ما وصلك للفكره او ما عجب الفيديو، فعادي هذا شيء راجع له هو. يعني راشد تعودنا عليه يكون بالتوب، بس هلا صاروا بس اربعه، يعني فانه الثالث من رابع كثير منيح. لا خيبة ظن بصراحة، حتى القطة نفسها ما عجبهاش، والقطة فلة كمان ما عجبهاش الوضع. وبعدين يعني أنا ممكن أجيب أي طفل يعمل كولرينج بوك وأقول يلا نصور، فاهم؟ هو المفروض عنده مواهب أكثر من الإنسان العادي، لأن هو فنان في الفن والتصميم، اللي أنا شايفه ده يعني حاجة ممكن أعملها في كافيه بتاع سيراميك يعني، فاهم؟ I don't like. أنا هلأ طالع على تاني فيديو وإن شاء الله أتفاجأ وأخذ علامة عالية. الفيديو الأول والتاني هنا بالنسبة لي بنفس المستوى، فما كتير متكلة عليه، بعتقد يكون بنفس مستوى الفيديو، وأنا ماني واثقة من رأيهم أبدا. وهلأ مع جنان وكيل من سوريا عن فئة الشعر بنسمع كلمات حلوة عن هالمخلوقات الحلوة. وائل كيف شفت مونتاج الفيديو؟ أوكي المونتاج بتاع الفيديو حلو، الانسيرتس بتاعتك الكلوز أبس، بس انا شايف الفيديو الاولاني اقوى من ده، حتى كشعر في الاول، قصدي سوري النص الاولاني كان اقوى او عامل امباكت معايا اقوى من كده. اللي انت قلتيه في الفيديو ما شدنيش قوي ان انا اسمعه، بس طبعا كالعاده التقدم بتاعك في الفيديو سواء اذا كان في الاديتنج او حتى في فكره انك انت تعملي ترانزيشنز بتوين السينز كان حلو. بالنسبه لي الفيديو اللي قبل كان اقوى من هذا الفيديو، ما في شك. الشعر الكلام حلو مؤثر اكيد، بس اذا بدنا نقارن اكيد القبل اقوى. حبيت انه بالعامه جنان صح، اول مره عم تقولي شعر بالمحكي، حبيت الفكره، ولانه موضوع كثير هالقد يعني قريب من الناس حاولتي تقربي اكثر باللهجه المحكيه، فحبيت علامتك 50. هل 50 رح نضيفها على اول علامه بيطلع لنا المجموع 108. جنان اخذت 50 والعلامه متوقعه، يمكن هالشيء بوضعني بمنطقه الخطر. توقعت انه حدا يحب اللهجه المحكيه وحدا ما يحب، وائل اللي كنت متوقعه انه ما رح يحب لانه هو جنسيته مصريه ولهجته مصريه، فرح يستصعب اللهجه المحكيه اللي انا عم احكيها كان بالفيديو. فايا حبت انه انا عم احكي شعر محكي اقرب لقلوب الناس، فهي حبت. يا رب رايك عن الفيديو اللي قبل اقوى، وانا من رايهم اكيد الفيديو الاول كان اقوى. مش
المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع جنان وراشد. أول مرة راشد بالدينجر زون، دائماً كان معودنا يطلع بالتوب، بس هلأ صار خلص يعني منافسة كتير كتير قوية، فبيستاهل فرصة تانية وجنان بتستاهل. غلطته ان هو في الفن والتصميم مفروض زي ما انا قلت بيعمل حاجه غير الانسان العادي بيعملها. انا توقعت ابهار في الفيديو فكان خيبه ظن مش طبيعيه. اللي وصلوا لهالمرحله اكيد شيء كثير مهم، ولكن بالنتيجه بده يربح واحد. نتمنى التوفيق للكل. دقائق ومنعرف مين صاحب الحظ من بين راشد المتاعب وجنان وكيل. النتائج صارت جاهزة، والمشترك يلي أنقذوا تصويت يارا، عم تقول أول مرة بتشوفك هيك على أعصابك. إذن تصويت الجمهور، مين أنقذ من منطقة الخطر، راشد أو جنان؟ جنان وكيل، مبروك. انا زعلانه كثير والله، خسرنا موهبه كثير والله والله، يعني ما وصلت المرحله هذه. كثير انه تعرفنا عليك وتعرفنا على موهبه وشو حالنا فيها وقدرت اتكلم الحين صرت اتكلم. مبسوط انه انا وصلت المرحله هذه، ويعتبر انجاز مره، حققت اشياء في البرنامج ما حد حققها، انه اخذ 4 مرات الاول واخذت اعلى درجه في البرنامج، هذا شرف لي كبير واني وصلت هذه الدرجه، فانا الحمد لله يعني ابدا مو زعلان. المسابقه علمتني شيء واحد، علمتني الصبر. المسابقه هذه علمتني الصبر، انا ما كنت يعني بهالدرجه هذه اصبر، فعلمتني الصبر وانا مبسوط المرحله اللي وصلت لها. أتمنى لهم بالتوفيق إنهم وصلوا المرحلة هذه ويشدون حيلهم، وإنه هذه فرصة لهم حلوة. ممكن أنا مريت بفرص أقوى من كذا، بس هذه لهم فرصة حلوة إنهم يشدون حيلهم ويقدرون يثبتون أنفسهم، وبالتوفيق لهم كلهم، وإن شاء الله نتقابل في أشياء أحلى. وصلت للنهائي وهيدا الشيء بفضل الجمهور. انا عن جد الكلمات ما بتعبر، بس انا كثير بحبهم لانه كثير بيثقوا فيني ودعموني، والتصويت اللي اجاني. نحن وصلنا لمرحله انه كلنا متعلقين ببعض وكلنا مثل اخوات، بس يعني في وقت رح يجي ولازم حدا يغادرنا، فاكيد انا زعلانه على راشد، بس هيك شروط مسابقه. مبسوطه كثير انه انا وسمر ونور الدين بالنهائي.